هذا الرجل العجوز أنقذ ذئبا صغيرا، وعندما كبر الذئب لن تصدق كيف رد له المعروف. ولكن قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك واشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد، ولا تنسى تفعيل الجرس لكي تصلك فيديوهاتنا أولا بأول. في يوم من الأيام ذهب رجل عجوز إلى الغابة ليعبر إلى الجانب الآخر من القرية، وبينما كان يسير بهدوء رأى أمرا غريبا. وعندما اقترب منه الرجل العجوز وجده ذئب. الطبيعي عندما تجد ذئبا أمامك أن تخاف وتهرب، ولكن هذا ما لم يحدث. فالمسكين كان مريضا وهزيلا للغاية، ويبدو عليه الضعف والإعياء الشديدين، بالإضافة إلى أن مخلبه مصاب إصابة شديدة. أحضر الرجل العجوز حقيبة ووضع الذئب الصغير فيها وحمله معه إلى منزله. وعند عودته إلى المنزل قام بتفحصه ووجد بأنه مصاب إصابة شديدة ولديه جرح في صدره. أخذه على الفور إلى البيطري، والذي أعلن أيضا أن لديه ضلع مصاب، وقام بتضميد جروحه ووضع له الرجل العجوز مكانا للنوم لديه في المنزل، ووفر له الدفء والطعام والرعاية اللازمة طوال فترة شفائه. سماه الرجل العجوز باسم ساري، وعندما كان ينادي عليه كان يعره إليه جريا ليأكل، كما لو كان هذا الذئب هو حيوانه الأليف. ومع الوقت نشأت صداقة بين الذئب وبين طفل صغير يسمى ووتشكا. هذا الطفل يسكن في المنزل المجاور، وكان الاثنان يلعبان معا، ووتشكا يأتيه كل يوم بأطعمة مختلفة. وفي يوم من الأيام استيقظ الرجل العجوز ليجد أن الذئب قد رحل ولم يعد له أي أثر. بحث عنه كثيرا في كل مكان ولكنه لم يتمكن من إيجاده. افترض الرجل العجوز أن ساري ذهب إلى الغابة لكي يعيش حياته الطبيعية وسط الحيوانات، يلتهم الغزلان ويأكل الماعز ويصبح بذلك ذئبا حقيقيا. لقد تتبع غريزته، وهذا أمر بديهي. بكى الصغير كثيرا، ولكن الرجل العجوز طمأنه بأنه سيقوم بشراء جرو صغير له. ومرت الأيام والشهور حتى اكتمل العامين على غياب ساري، وانشغل كل شخص بحياته. وفي أحد من الأيام بينما كان يعمل في الحقل جاءت إليه والدة الوشكة وهي تصرخ باكية، وقالت بأنها كانت تقوم بإعداد الطعام، والصغير كان يلعب في الحديقة الأمامية وفجأة اختفى. بحثت عنه في كل مكان ولم تجده. اجتمع أهل القرية وقرروا الدخول إلى الغابة للبحث عن الووتشكا، وقام الرجل العجوز بطل قصتنا بتجهيز بندقية وعدة، ودخل معهم إلى الغابة للبحث عن الصغير. وبعد 4 ساعات من البحث المتواصل سمع العجوز صوت تحطم من وراء الأشجار، ثم أطلق رصاصة تحذيرية في الهواء، وفجأة قفز ذئب أمامه. وبينما كان يستعد لإطلاق النار عليه لمح أثار إصابة على مخلبه، وتذكر على الفور أنه ساري، ولكنه قد كبر وأصبح ذئبا كبيرا. صرخ العجوز قائلا: ساري ساري، إنه أنت. توقف الذئب قليلا ويبدو أنه كان يتفحصه، ثم اقترب منه ونظر إليه واستدار مطلقا عويلا وجرى. وقف الرجل العجوز بلا حراك، ولكن هنا وقف الذئب واستدار إليه ثانية، ثم أطلق عويلا وجرى. وهنا فهم الرجل العجوز أن الذئب يطلب منه أن يأتي خلفه. ذهب العجوز وراءه بحذر ليعرف ماذا هناك، وإذا به يجد الصغير الووتشكا ممددا على الأرض وسط الأحراش فاقدا للوعي. فزع العجوز كثيرا، يبدو أن الذئب عثر على الووتشكا بالصدفة،
فاقدا للوعي وظل يحرسه. أخذه الرجل العجوز بين ذراعيه ونظر لساري وشكره وقال: شكرا لك يا صديقي، يمكنك الآن أن تعود إلى حياتك. وأخذ العجوز الطفل الصغير وصار مبتعدا، ولكن الذئب لم يرحل وظل يتبعهم إلى أن دخل الصغير منزل أمه كما لو كان يطمئن عليه. هنا فقط استدار العجوز لينظر إلى الذئب مرة أخيرة، فوجده يستذير للعودة إلى الغابة. حتى الحيوانات المفترسة يا أصدقائي من الممكن أن تحفظ المعروف، فقط افعل الخير ولا تتردد. أستحلفكم بالله ألا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم، فإنكم تساهمون في نشر الخير الكثير.